جمعة جديدة للمعارضة السورية في تكساس الأمريكية. أغيثونا صرخة حملتها أنامل رسامين جسدوا في لوحاتهم أملاً يرونه كامناً في عيون الملايين من أبناء الشعب السوري الذين ما بارحوا يتظاهرون مطالبين بالحرية. يسمع الناظر إلى هذه اللوحات رنين هذه الصرخات، يلمس الحزن على مسار تطور الأوضاع، وهو الحزن الذي تمكن من اختراق وجدان أكثر من 30 فنانا معظمهم أمريكيون، فترجم الإحساس ألوانا. أنا شعرت بالناس الذين يمرون بهذه الظروف الصعبة منذ أشهر، والآن تمكنت من التعبير عنهم. أردت القيام بعمل جيد لهم ولي. انطباعي الأولي هو السعادة بوجود معرض يساعد بما يجري في سوريا، والفن لطالما لعب أدوارا مهمة منذ العصر الحجري إلى يومنا هذا. ألهمني أناس آخرون للتضامن مع قضية الشعب السوري، وأنا أعمل الآن على إلهام آخرين. مهمة قد تؤشر إلى نجاح المعارضين هنا في التواصل مع شرائح متنوعة في النسيج الأمريكي، ولكن يبقى لهؤلاء مهمات يرون فيها أولويات إضافية. نحن التقينا في واشنطن بأكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ كمواطنين أمريكيين إضافة إلى كوننا سوريين، والتواصل لم ينقطع مع هؤلاء حيث نزودهم يوميا بآخر مقاطع الفيديو القادمة من سوريا، والحديث الآن يدور حول مرحلة ما بعد الأسد وما يمكن أن نقدمه نحن. هدفنا هو أن نحسس الناس بسوريا أن نحن معاهم، أن نحن مالنا مفصولين عنهم، نحن منحس بألمهم، طبعاً مو بنفس الصفات، بس نحن معاهم نتفرج على الأخبار، نحن عم نشوفهم عم نتابعهم يوم عن يوم، ساعة عن ساعة، دقيقة عن دقيقة عم نتابع أخبارهم، نحن قلباً وقالباً معاهم، إذا بنقدر نساعدهم بأي شيء حنعمله طبعاً، هذه الرسالة الأساسية طبعاً. نشاطات لا يختلف اثنان هنا على أهميتها في تعميم ونشر خطاب المعارضة السورية في الولايات المتحدة، ولكن يبقى تساؤل البعض عن جهود هذه المعارضة على خط توحيد صفوفها. يؤكد المعنيون هنا على نجاحهم بتوحيد أكثر من 10 منظمات سورية تنشط في الولايات المتحدة، خطوة لم تكن سهلة كما يقولون، خصوصا وأن المجتمع السوري غيب عن العمل السياسي المدني لعقود عدة. الثورة السورية ففاجأت هؤلاء الناشطين في داخل سوريا وحتى وفي الأغلب أيضا في خارج سوريا، فاجأت هذه الناشطين بالثورة وأبرزت الحاجة لتكتل هذه المعارضة في جبهة واحدة، فنشأت هنا يعني أنا ما أسميه الآن هو تمازج في الأفكار ونوع من التفاعل الكيميائي بين مكونات مختلفة من هذه المعارضة حتى ينتج بالنهاية ناتج كيميائي هو صالح، ولكنه ليس يعني ناتج كيميائي مختلف، ولكنه صالح ويمثل هذه الثورة. وهو واقع يرى المعارضون هنا أنه سيذلل العقبات التي حالت حتى اليوم دون تشكيل المجلس الوطني المنشود. رائد فقيه لبرنامج اليوم على الحرة، ولاية تكساس.